كانت أول مرة تطلق فيها هيونداي سيارتها السانتا في عام 2001، وكانت السانتا في هي أول سيارة SUV بتطلقها الشركة الكورية هيونداي. مر على السيارة 3 أجيال ووصولاً إلى الجيل الرابع اللي إحنا فيه حالياً، حيث استطاعت هيونداي خلال هاي 3 أجيال أنها تجذب بعملائها من ناحية التصميم الخارجي، من ناحية التصميم الداخلي والاعتمادية، وبأسعار منافسة. طبعاً تتنافس الهيونداي مع سيارات مثل التويوتا راف 4، الهوندا سي آر في، والنيسان إكستريل، وطبعاً المازدا CX5. معكم أنا أساساف من يلا موتور، واليوم إحنا بالإطلاق الرسمي لسيارة هيونداي سانتا في 2019 الجديدة كلياً هون في الأردن وخصيصاً في البتراء. استقبل الجيل الرابع من هيونداي سانتا في شكل جديد بالكامل، طال كل جزء من الهيكل الخارجي، حيث تم تغيير الواجهة الأمامية وأصبحت أكثر عدائية وفي نفس الوقت لافتة للنظر. ومجرد النظر إليها ومقارنتها مع الطراز السابق، راح تلاحظ كيف قامت هيونداي بإنزال المصابيح الأمامية الليد إلى الأسفل وفصلها عن المصابيح الليد النهارية اللي وجدناها في الأعلى، بالإضافة لتغيير الشبك الأمامي مع زيادة عرض المقدمة بشكل ملحوظ وتبني رائع وسخي للكروم من خلال خط عريض يصل بين المصابيح الليد النهارية. أما من الجوانب، زاد طول السيارة مع زيادة حجم نوافذها وتبنيها لمجموعة جنوط بقياس 19 إنش، وطبعاً تتوفر السيارة بجنوط قياس 17-18 إنش في النسخ الأخرى. وتم تغيير شكل المصابيح الخلفية أيضاً وزيادة حجمها من الخلف مع تغيير كامل للشكل الخلفي. فجميع هاي المواصفات والتفاصيل الجديدة أعطت الطابع المستقبلي للغة اللي بتتبعها شركة هيونداي، غير أنها فاتت بالمنافسة من ناحية التصميم الخارجي مع السيارة اللي بعتبرها الأجمل في هذه الفئة وهي المازدا CX5. بتجينا السيارة طبعاً بألوان لافتة للنظر وعدد 10 ألوان. أما بالنسبة للتصميم الداخلي، فمجرد جلوس داخل المقصورة شعرت براحة المقاعد، وعجبت حقاً كيف تمكنت هيونداي من جعل كل شيء داخل المقصورة في متناول يد السائق، فكل زر أو مكان تخزين كان سهل الوصول إليه حتى أثناء القيادة. واستقبلت السيارة تصميم جميل ولمسات جلدية بشكل ملحوظ على لوحة القيادة والأبواب والمقاعد، وتباين رائع للألوان المقصورة زاد من فخامتها. وكمان تميزت المقصورة باتساعها من الداخل عند الرأس والأرجل لكل من السائق والراكب والمقاعد الست الخلفية، وطريقة تصميم الكونسول الوسطي بتخليك تشعر بالاتساع عند الجلوس داخلها. وطبعا وفرت السانتا في مساحات تخزين عديدة وحاملات أكواب في المقدمة والمقاعد الخلفية. ومن الأشياء اللي تغيرت من جوا هو مقدار تحسن الرؤية الخارجية، حيث قامت هيونداي بتكبير النوافذ، أو لأكون أكثر تحديدا قاموا بتكبير المثلث اللي بالخلف بمقدار 41%، عدا عن تكبير النافذة الخلفية أيضا. باعتقادي الخاص انه السبب الرئيسي اللي راح يدفع الناس الى شراء سانتا في 2019 هو ما توفر فيه من مواصفات تكنولوجيه وسلامه. اول شيء تم تجهيز السياره بنظام ترفيهي بشاشه مقاسها 8 انش تيجي مع مزايا ملاحه والوسائط واتصال مع دعم نظامي كار بلاي من ابل واوتو من اندرويد ونظام صوتي من انفينيتي، بالاضافه الى شاشه معلومات مركزيه مثبته وسط لوحه العدادات، وهي عباره عن شاشه TFT ملونه مقاسها 7 انش. تقدم سانتا في ايضا لوحه شحن لاسلكيه تعمل بتقنيه الشحن الحثي ومعيار QI لضمان ادامه الشحن في هواتف الركاب المتوافقه مع هذه التقنيه. وطبعا غيرها من المواصفات التكنولوجيه الاخرى كشاشه عرض على الزجاج الامامي ونظام تكييفي ثنائي المناطق ومكابح الصفافه الالكترونيه. اما بالنسبه لمواصفات السلامه، بتجينا سياره الجيل الرابع من سانتا في مجهزه بباقه اطلقت عليها هيونداي اسم سمارت سنس. تضم هذا الباقة نظام تحذير للمنطقة العمياء، ونظام المساعدة في تجنب الاصطدام بالمشاة، ونظام التحذير من مرور السيارات بالخلف عند الرجوع، ونظام المساعدة على البقاء في المصرب، نظام التحذير من وجود ركاب في المقاعد الخلفية، بالإضافة إلى نظام مساعدة في الخروج بأمان من السيارة. طبعا خلال تجربتي الطويلة لسيارة السانتا في 2019 والتي زادت عن 12 ساعة وخصوصا على أصعب الطرقات في الأردن، استطعت إني آخذ نظرة شاملة ومفصلة عن السيارة. بالنسبة للإصدارات المحركات بالأسواق إفريقيا والشرق الأوسط، تتوفر السانتا في بثلاث خيارات من المحركات. الأول محرك بأربع أسطوانات بسعة 2.4 لتر بيشتغل بالبنزين، وآخر بست أسطوانات بسعة 3.5 لتر وكمان بيشتغل بالبنزين. طبعا هاي النسخة اللي جربناها خلال تغطيتنا. محرك ثالث عامل بوقود الديزل بسعة 2.2 مع شاحن توربيني، ولكن بالطبع فقط محركات البنزين اللي راح توصل للإمارات. وبيتوفر المحرك الأصغر مع علبة تروس أوتوماتيكية من 6 سرعات، ويقوم على توليد 172 حصان مع خيارين من الدفع الأمامي والدفع الرباعي، والأكبر بيتوفر مع علبة تروس أوتوماتيكية من 8 سرعات، ويقوم على توليد 280 حصان طبعاً للعجلات الأربعة. بتتوفر السيارة مع 4 وضعيات قيادة بتشمل الوضع العادي والاقتصادي والذكي والرياضي، بالإضافة لمواصفات أخرى مثل التحكم بالقفل التفاضلي للعجلات الخلفية ومحركات ذات تقنية الحقن المتعدد النقاط.
بالنسبة لسعر السنتافي 2019 الجديد كليا، طبعا راح يبدأ سعرها تقريبا من 90 ألف درهم إماراتي وصولا إلى 145 ألف درهم إماراتي.